فيها ياسر عوامل. عندنا عامل الأسرة، عامل المدرسة، وعامل المسجد الوسط اللي راه يعيش فيه مثلا حي فيه مثلا فيه المخدرات، فيه الجريمة، مش كيما حي فيه الوازع الديني، فيه الإمام، الطفل مراقب من الأولياء، سواء يخرج من المدرسة ثم ينتقل إلى المسجد إلى نادي رياضي، مش كيما طفل مثلا يخرج من المدرسة يلقى عنده عضو غير الشارع، أو عنده تسرب مدرسي، أو عنده مشاكل مدرسية. الوسط هذاك هو اللي يحدد، لأنه الطفل مازال صغير تتكون عنده على حسب الشخصية نتاعو، ونشأ الطفل هذاك الأفكار، أنماط العيش اللي يتعرض لها، السلوكات التي يتعرض لها، التعنيف، الوسط الأسري سواء كانت أسرة كبيرة أو أسرة صغيرة، العامل الاقتصادي كذلك يلعب دور كبير ياسر، المؤسسات الحاضنة لهذا الطفل، التنشئة نتاعو، هل كانت تنشئة سوية، هل كانت تنشئة مرضية كما تفضلت الأستاذة بوخزنة، لأنه الطفولة هي اللي تحمل كل شيء، لأن الشخصية تنمو من الطفل إلى المراهق ثم إلى الرشد. طبيعة السلوك يلعب، حتى العامل الوراثي يلعب دور كبير جدا، العامل الوراثي نعم، سواء في الاضطرابات اللغوية أو في أنماط الشخصية وكذا، لكن كذلك العوامل اللي يتعرض لها الطفل أو المؤسسات اللي تلقى فيها التكوين أو التربية تلعب كذلك دور كبير جدا في سلوكه ونمط تفكيره وطريقة عيشه وتعاملاته. طفل اللي متربي في المسجد، ومتربي في الزاوية، متربي في وسط هادئ، وسط طبيعي ما فيش شحنات، مش كيما طفل تربى في حي فيه مثلا فيه مشاكل، فيه حي الأسرة أيضا انتقلنا نوعا ما من الأسرة إلى الوسط الخارجي، لأنه الأسرة تقريبا تكون كعامل، أصبح الوسط الخارجي مؤثر حاليا أكثر من العامل. الألعاب الإلكترونية مؤخرا دخلت عند الأطفال، البوبجي، فري فاير، أصبحت هناك عصبية عند الأطفال، هذه كل تدخل في التنشئة، تدخل في التنشئة الاجتماعية أكيد. لكن هناك تنشئة معدة وتنشئة مخطط لها وموجهة وتنشئة تلقائية، سموها التربية المقصودة والغير مقصودة. المقصودة وغير المقصودة.